بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية بيقدم الفيسبوك ترشيحات لإضافة أصدقاء، هو بيرشح لك أصدقاء، اختار منهم اللي يعجبك. لو حضرتك عامل الأكاونت بتاعك، الحساب بتاعك على الفيسبوك، على إنه حساب بتاع شغل، حساب بتاع تسويق، يبقى حضرتك هتبقى محدد المنتج اللي انت عايز تسوقه، وبالتالي انت محدد الأصدقاء عايزهم من أنهي بلد، عايزهم من كايرو من ايجيبت، ولا عايزهم من البلاد العربية، ولا عايزهم من دول أجنبية، نختار دولة أجنبية معينة. هو هيقدم لك الترشيحات دي بناء على ان حضرتك قلت ان الهوم تاون بتاعك زي ما حضراتكم شايفين كايرو ايجيبت. لكن لو انت كنت عملت له الهوم تاون بتاعك في بلد تانية، او قلت له مثلا الكرنت لوكيشن اللي هو يعني مثلا انت مصري لكن عايش في امريكا، انت مصري لكن عايش في الصين، فلو حضرتك عملت له الكرنت لوكيشن حاجة تانية بيديك فرصة تحتها وتحت السهم الاحمر كاتب لك انتر انذر سيتي. لو عايز تكتب انذر سيتي عشان يجي لك الترشيحات منها هتكتب اي بلد تانية وهيرشح لك اسماء من البلد اللي انت اخترتها. سكندري سكول، طبعا احنا عندنا في مصر ما حدش بيهتم قوي بالسكندري سكول دي، كلنا بندخل على الكوليدج او اليونيفرسيتي. هنا بيقول لي الماتش والفريندز، ده ماتش والفريندز ده على اساس ان انا اصلا كان عندي فريندز، اساس ان الحساب ده مش مفتوح لاول مره. هو حط لي ماتش والفريندز هنا لان الحساب دوت مثلا بقاله فتره مفتوح وبنشتغل عليه. لكن لو حضرتك لو انا داخل لاول مره مش هيبقى ظاهر عندي اي ماتش والفريندز خالص. خدتهم هنا لو انا علمت له عليهم، يبقى انا عايزه الاصدقاء بتاع فلان او سين او صاد اللي هما مكتوب اساميهم قدام حضراتكم. بعد كده هدخل على الامبلوي، لو انا بشتغل في السعوديه مثلا علمت له على السعوديه، فهي ايه هيجيب لي مثلا الناس اللي متوظفين في السعودية، الناس اللي بيشتغلوا في السعودية زي ما حضراتكم شايفين كده، مستشار التوظيف، مجموعة الشكر التجارية، واضحة اوي ان دي لحد سعودي. وهنا سالي محمد دي من كايرو ايجيبت طبعا لان الهوم تاون هي كايرو ايجيبت. هنا حمزة حوامدة دوت استلامة للتوظيف، انا مش عارفة مش واضح اذا كان مصري ولا سعودي، بس واضح ان هو بيرشح لي ناس بين مصر والسعودية على اساس ان دول البلدين اللي انا اظهرتهم في الايه في الاكاونت بتاعي. طيب الخطوات اللي احنا بنستخدمها في الفيسبوك هي البوست، الشير، انفايت، بوك، كومنت، لايك، تاج، وبرموت يور بوست. برموت دي بروموت يور بوستس اللي هي عبارة عن الايه اللي هي بروموت يعني بوش او دفع، ودي معناها لو انا عايز اعمل البوست بتاعي اخليه ينتشر بسرعة من خلال طبعا الايه الاعلان المدفوع. لعرض منتج على شبكة الفيسبوك وتسويقه لابد من عمل صفحة خاصة به يتم من خلالها شرح خواص المنتج، رفع صور المنتج، عمل كتالوج خاص به، استخدامات المنتج، بيانات الشركة المنتجة، وسيلة اتصال بالمسوق، العروض، اي بيانات اخرى او مقالات مدعمة. عشان اعمل منتج اعرض منتج على شبكة الانترنت على شبكة الفيسبوك واستفيد منه واسوقه لازم اعمل صفحة، ما بكتفيش بالاكاونت الخاص بتاعي، حساب الشخصي. ليه؟ لان الحساب الشخصي فيه حاجات كتير. زي ايه؟ زي ان الحساب الشخصي اخره 5000 فريند، 5000 فريند مش كافيين ان انا اسوق لهم منتج. الحاجة التانية ان الحساب الشخصي بعمل فيه بوستات، ممكن انزل عليه صورة مثلا كارت معايدة في العيد، في بداية رمضان، مقالة عجبتني، صورة لحد من الشخصيات العامة اللي انا بحبها مثلا، زي مثلا نجم او مثلا مفكر او اديب مثلا او حاجه زي كده، اتكلم في السياسه، احط اي بوست از جوك مثلا، حاجه ترفيهيه. الحاجات دي كلها بحطها على الاكونت الشخصي بتاعي، ما ينفعش ان انا احط دوت. طبعا كل ما بحط دوت الموضوعات اللي قبل السابقه بيحصل لها ازاحه لتحت بعد كده ما بتبانش، فبالتالي لو انا حطيت بيانات منتجي على صفحتي الشخصيه بعد شويه يحصل لها ازاحه وهتنزل
لتحت، بالإضافة لأن أنا كمسوق إلكتروني وبشتغل لحساب شركات ممكن أسوق أكتر من منتج، وبالتالي يبقى أنا محتاجة أعمل صفحة لكل منتج بسوقه. الصفحة بتبقى ثابتة ستيبل أكتر، البيانات ما بتتحركش فيها إلا لو أنا عايزة، لكن الصفحة بتبقى عبارة عن زي موقع ليا مصغر على الفيسبوك، بحط فيها زي ما قلنا كده صور، استخدامات المنتج، بيانات الشركة المنتجة، وسيلة الاتصال بالمسوق أو بالشركة. لو أنا بسوق والشركة هي اللي تستقبل المكالمات هسيب رقم تليفون الشركة، لو أنا بسوق وعايز أشتغل بالعمولة يبقى لازم أسيب رقم تليفوني الشخصي أو أي وسيلة تعامل اتصال بيا أنا زي إيميلي مثلا عشان خاطر المسوق يعرفني أنا ويجيني، فبقى عارف إن هو جه عن طريق. أي بيانات أخرى أو مقالات مدعمة، لو المنتج بتاعي مثلا في حاجة ميكانيكية مثلا أو في طريقة استخدام لازم إيه، لازم أظهرها وأوضحها عشان أوصف للناس هو بيستخدم إزاي. الأسباب اللي بتخليني محتاجة إن أنا أعمل صفحة على الفيسبوك هي نفس اللي قلناها من شوية، النشر على الحساب الشخصي يتحول إلى منشورات الأقدم ويصعب الوصول إليه مرة أخرى بعكس الصفحة، الحساب الشخصي لا يتسع إلا ل5000 شخص، أما الصفحة فيمكنها أن تقبل عدد لا نهائي من الأفراد المهتمين ممكن توصل لملايين. إنشاء صفحة يحقق ميزة التخصص عشان لو عندي أكتر من منتج الصفحة يمكن أن يديرها أكثر من فرد، وبالتالي يمكن لكل واحد يعني مدير أن يدعو أصدقائه. لو فرضا أن الشخص لو الصفحة بيديرها 3 مديرين كل مدير هيدعو 5 من عنده 5000، يبقى أنا دلوقتي قدامي 15000 على الأقل. غير أن أنا ممكن صفحتي الشخصية أحجبها على بعض الناس أو أستغل يعني أستخدم حقي في الخصوصية أن أنا مثلا مخليش حد يشوفها غير أصدقائي المقربين، مخليش حد يعمل لي تاج، استخدم صفحتي الشخصية كما اشاء، لكن ايه ده الاكاونت الشخصي، لكن الصفحة هتبقى متاحة للجميع. بعد انشاء صفحة خاصة بالمنتج اصبح من الضروري تسويق هذه الصفحة من خلال عدة مراحل، وهي نشر معلومات عن المنتج ليا النوتس، هدخل على خانة نوتس واحط معلومات عن المنتج. ليه خانة نوتس؟ نوتس فيها ميزة انها ممكن اكتب فيها مقال كبير، البوست على الفيسبوك بيبقى اخره 500 حرف ما بيبقاش كبير، لكن بالنسبة للنوتس اقدر اكتب مقال مثلا اللي هو حوالي مثلا 10 سطور 15 سطر براحتي، والنوت بتفضل معلقة ومرتبطة بالصفحة الى ما لا نهاية، ما بيحصل لهاش ازاحة ولا حاجة. عمل ملف بالصور الخاصة بالمنتج، اضافة بيانات الاتصال، تجميع جمهور المهتمين للصفحة ورفع البي ار بتاعها زيها زي الموقع بالظبط، لما قلنا ان هو لازم نرفع البي ار بتاعه عشان يبقى سهل انك تشوفه في الصفحة الاولى في محركات البحث. نفس الشيء صفحة الفيسبوك سهل جدا انك لو بتبحث تعمل سيرش على منتج معين على جوجل انك تلاقي صفحة الفيسبوك ظهر لك في الايه في محرك البحث. جمع اكبر قدر من اللايكات على الصفحة. اولا رفع الصور والفيديو، بمجرد الضغط بالماوس على كلمة اد فوتو او فيديو يظهر اختيارين وهما تحميل صورة او فيديو، انشاء البوم اللي هو مجموعة من الصور كما في الشكل التالي. زي ما حضراتكم شايفين كده اتاش فوتو او فيديو وكرييت فوتو البوم، انا هختار لو انا عايز اضيف اكتر من صورة هعمل كرييت فوتو البوم، هتظهر لي الصورة بالمنظر دوت وبيقول لي اد مور فوتوس، يعني انا حطيت فوتو وبيقول لي اد مور فوتوس، والمفروض ان هو بيعمل لي ابلودنج زي ما حضراتكم شايفين كده ابلودنج دوت للصورة الاولى، وبعد كده يبتدي انزل الصورة اللي بعدها او ارفع الصورة اللي بعدها، وممكن بالماوس اعمل الت واضيف اكتر من صورة في نفس الوقت واعمل لهم ايه اد انتايتلد البوم، ممكن بضغط على الكلمة دي فبيفتح لي الماوس بيديني فرصة ان انا اسمي الالبوم بتاعي، يفضل ان انا اسميه باسم الصفحة او باسم المنتج او باسم مميز يتناغم مع علم الـ SEO عشان تظهر لي في محركات البحث بسهولة. say something about this album، عايز تكتب اي بيانات اي مميزات عن المشروع بتاعك اكتبها في الحتة دي. where is this taken، اتخذت فين الصور، عايز تكتب انها في
في كايرو، المصنع بتاعك في كايرو، المصنع بتاعك برا مصر، جوا مصر، في الشرق، في الغرب، اكتب حضرتك اديت. لو عايز تضيف تاريخ تقول ان ده تاريخ انشاء المصنع او تاريخ بداية العمل بتاعك اكتبه برضو. بيديك مميزات كتير من خلال صفحة الفيسبوك. برضو في هنا عندي سهم على كلمة هاي كواليتي اللي تحت خالص اسفل الصفحة، وبعد كده في كلمة كنسل. لو الصورة هنجت معايا ومرضتش اتحمل هكنسلها وارجع احملها من اول وجديد، او اشوف الابعاد بتاعة الصورة، جايز يكون حجم الصورة مش متناسب مع الفيسبوك ومش راضي تترفع عشان كده. في الاخر خالص في اقصى اليمين هلاقي كلمة بوست فوتوس، هي لونها ازرق فاتح، بس لما هيكمل التحميل هيبقى لونها بالازرق الغامق، وهيبقى سهل ان انا اضغط عليها واقول اوكي. الصورة اترفعت زي ما حضراتكم شايفين، اللي هي صورة الراجل اللي شايل الكيس اللي فيه دولارز ده. تراي اني نيم، لو حطيت اي حرف هيظهر لي كل الاسماء اللي فيها الحرف دوت، هيبقى سهل ان انا اضيف الاسماء دي للصفحة. زي ما حضراتكم شايفين تحت كده في الدايرة الصفراء اللي تحت ظهرت الحياة وزهرة نضرة، انا اخترت حرف الزين فقام جايب لي الايه الاسماء دي. طبعا دولت فريندز عندي في الاكاونت بتاعي عشان كده هو اختارهم. طبعا ده مجرد ان انا بعمل شير للصورة، بشير الصورة مع اصدقاء تانيين عشان يشوفوا ان انا عملت ايه صفحة جديدة. سميت الصفحة يلا نشتغل، اسمها فوق خالص يلا نشتغل، وتحتها كاتب عاوز فلوس كتير. ده مجرد دي كلمات بس عشان نشوف طريقة التسمية وطريقة استخدام الصفحة، لكن ممكن حضرتكوا طبعا تختاروا اللي انتوا عايزينه. دي المرحلة التانية. ثانيا كتبت النص بمجرد الضغط بالماوس على كلمة بوست، ولا ننسى كتابة بيانات المنتج الهامة ومعلومات الاتصال في about us. كتبت النص، عايز اكتب نص بقى، عايز اتكلم بقى، احنا شركة كذا وبنبيع كذا وعندنا امكانيات كذا ومقرنا كذا، وعايز اكتب كل اللي انا عايز اكتبه. هضغط على كلمة بوست وهبتدي اكتب اللي انا عايزه. كمان في about us لازم اكتب شوية معلومات عن الصفحة، وخصوصا معلومات الاتصال اللي هي contact us، واحنا مين. احنا لازم العميل يطمن، لازم يطمن من خلال انه يعرفني. وطبعا كل ما كان رصيدي اكبر من المعلومات، كل ما كان رصيدي اكبر من الخبرة، كل ما كان الشركة بقالها فترة زمنية طويلة هو هيثق اكتر، وكل ما كان في مصداقية في الكلام ده برضو هيعمل ثقة. يعني انا يعني لو فرضنا ان الشركة جديدة هعمل ايه؟ هي جديدة، هكتب ان احنا شركة جديدة، بس لازم يكون في مصداقية في الكلام، ولازم اديله كل المعلومات اللي هو عايز يعرف. هو عايز يعرف احنا الشركة انشأت امتى، عايز يعرف مقر الشركة فين، عايز يعرف الشركة دي عربية ولا اجنبية، عايز يعرف هي بتبيع منتجات ايه، امكانية البيع بالتقسيط، امكانية البيع بالكاش، خواص المنتج، المدير المسؤول او الحد اللي انا الشخص اللي انا هتعامل معاه الكونتاكت بيرسون، كل ده لازم اكتبه له في about us. ده البص زي ما قلنا اكتب فيه حضرتك اللي انت عايزه عن التعريف بالشركة. بس خد في اعتبارك ان البوست ده بعد شويه يحصل له ازاحه، يعني ايه ده يختلف عن اباوت اس اللي فوق. اباوت لو حضرتك شفت في اعلى الصفحه هتلاقوا في كلمه اباوت موجوده هي، لكن ده البوست. ممكن اكتب معلومات عشان الناس لما تعمل لايك للصفحه اول مره يشوفوا احنا بنتكلم عن ايه. بي كيرفول، لابد من تفادي السلوكيات الخاطئه التي قد تؤدي الى غلق الحساب. مثل خد بالك في بعض السلوكيات الخاطئة هتخلي الحساب بتاعك يتقفل، زي النشر على حائط الحسابات الشخصية لأصدقاء غير المقربين، طلب صداقات من أشخاص غير معروفين، إرسال رسائل نصية مزعجة، إضافة تعليقات حوارية في غير محلها، والدخول في مناقشات حادة. لازم أكون حريص جدا إن أنا كمسوق إلكتروني غير الناس العاديين، أنا طبيعة عملي حساسة، ما ينفعش ازعل حد مني، ما ينفعش ابعت رسائل نصية مزعجة. وبالتالي لما باجي ابعت رسائل انا محتاجة ابعت رسائل عشان اعرف الناس بالمنتج بتاعي، بس تكون الرسائل ايه ظريفة كده خفيفة، الكلمات بتاعتها منتقاة بعناية، فيها عنصر الودية كده والصداقة، بحيث ان الناس ما تضايقش مني حتى لو هما مش عايزين يشتروا المنتج بتاعي، بس ما يتخنقوش مني ويضطروا يعملوني سبام.